مساء الخير واهلا وسهلا فيكم جميعا بكل اللي بيحضرونا ودائما بيستنونا وبتابعونا عبر شاشه عمان تي في بمطبخ بهار ونار، لانه دائما بنقدم لكم اشهى الوصفات باسهل الطرق ودائما بيزبطوا معاكم بعد ما تجربوا بتجربوا وصفاتنا اللي احنا بنعملهم. اكيد اليوم رح نكون معاكم من هلا للساعه 1:30 بوصفات بتجنن، رح نكون معاكم عبر شاشه عمان تي في، عبر راديو فن، وكمان عبر صفحاتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن وعمان تي في اوفيشال. اليوم حلو حلو بحلو صح؟ هني لازم يعملوا فيديو امتياز والغاز والله العظيم من امبارح هي من امبارح بالضبط انا عامله نفس العمله هيك يا الله هيك فاهمه بعدين بكتشف ان المشكله مو فيي المشكله بالغاز لانهم هن بينسوا يشغلوه لا هو الغاز وانا ما بقدرش اكبس هيك هيك التنتين طب شو نعمل يعني ما في غير انه قلت لك الحل الوحيد ناخذ اصبع خالد سواعي علي بيقول لي اطبخ ببيتك وجيبي جاهز والله طب ما انا عامله ببيتي وجايبه جاهز بس يعني اكثر من هيك شو اساوي ما في اكثر اسمع انت حلقتك الجاي متى مش بكره الخميس الخميس ضلك ضلك اضل انا اشغل الغاز طب قول الحمد لله اليوم ما راح احتاجه كثير اليوم اول شيء بدي اقول لكم مرحبا لكل حدا عم يحضرنا اليوم ان جاي تكون حلقه خفيفه لطيفه بتجنن كالعاده قبل ما نحكي عن الوصفات لانه شايفين انتم هيك مدانه فيه تفاح اكيد فيه عنبر اكيد صح. فيه كيكه تفاح في مبروشه تفاح رح نعمل سينابون رح نعمل وصفات بتفاح كثير حلوه كثير خفيفه بالمكونات موجوده بالبيت ودائما اعتقد انه احنا كلياتنا تفاح دائما بزيد عندنا دائما هاي يعني ما في بهرب منها شو ما حاولي تعملي بتعرفي بلشت جربت انه مره اجيب كميات اقل اقول انه بلكي بضل شو انه منخلصهم هم الكميه اللي جبناها بتضل يعني ففي اشي غلط بتحكي مع حالها ما حالي استعودت شو بدي اعمل لو ضليت عامله لوكينج لهون عشان يحسوا انك موجوده لا لا انا قلت للغاز يا غاز اشتغل اوكي هاي فايده انه انا ضل انه اجيبوا لي غاز جديد جيبوا لي غاز جديد لما يجيبوا لي غاز جديد ما اعرف له ما تعرف التكنولوجيا عنده كثير عاليه طلع بس اعمل المقلاي زي هيك بطفي بحط المقلاي زي هيك بطفي ابصر شو ما بشتغل لا فالامور صعبه المهم ما علينا اليوم حلقتنا اليوم راح تكون كلياتها زي ما قلت لكم تفاح بطريقه خفيفه لطيفه ونوعا ما التفاح بالحلو كثير طعمه اسكى لما تاكليه لحاله يعني انا مثلا بحب التفاح بالحلويات اكثر من الموز بالحلويات او الموز مثلا انا الموز مش كثير بميل يعني في حلويات كثير زاكي بالموز الثلاثه جاي رح نعمل وصفات بالموز بس التفاح تفوز الوصفه انا بالنسبه لي بفضله بالحلويات عن اكثر من اي شيء ثاني طيب انا كنت انا وياهم نتجادل شايفه انا الصحن اللي جايبيته الجديد هذا تاع ليلى والذئب تمام شايفين ايوه بالضبط هاي ليلى وعلي الذئب وهي التفاحات اللي كانت مسكتهم ليلى توديهم للتيتا صح هدول تمام فبقولها فعم بقولها لما لقيته هذا اشتريته لانه تذكرت قصه ليلى والذئب صح. فانا لليوم قعدنا نحكي بالاطفال وما اطفال وكذا فجبنا سيره صاحبه الظل الطويل لليوم ما حضرت الحلقه الاخيره والله مين حضر الحلقه نفسي اعرف جد شو صار يعني كنت انا متابعته يوم بيوم يعني ما كنت امرق حلقه الاخيره وين راحت والله ضحكوا علينا ما في اخيره شافت الظل الطويل مش عارف انا نفسي اشوفه اعرف كيف شكله كل هالحب والغرام والهيام اللي كانت عايشه فيه بدنا نشوف اذا محرز ولا لا فقررنا نسالكم شو الكرتون اللي انتم كنتوا تحضروه وانتم صغار انا كنت احب كثير صاحبه الظل الطويل بس لليوم ما حضرت الحلقه الاخيره وهلا نزلت سؤال عشان اللي حضر بتمنى يكتب لي شو صار مستحيل لو بتحبيه كان ضليتي وسالي ما حضرت الحلقه الاخيره وكابتن ماجد ما عمري حضرت الحلقه الاخيره صح المحقق المفروض انه رح يكبر بس اظن انا اخر مره كان صغير المحقق كونان كمان المحقق كونان يا الله كثير كنت احبه طيب هلا خلينا نحكي لهم شو كانوا يحبوا كرتون وهن صغار ونحكي انا وياكم بمواضيع الحلقه الاخيره لانه كشفت ولا حلقه اخيره والله العظيم لا سالي ولا ليدي كمان شو ولا نفسي اعرف شو بصير لانه زمان كانت التلفزيونات تبعتنا بتعرفي كل يوم نحضر نفس الحلقه بالاسبوع ثلاث مرات واربع مرات نفس الحلقه بس ما بتعرفي ليه ليه ما نمشي للبعدين بعدين بخلص بكتشف انه انا ما حضرت برجع بحضر من اول وجديد بس ما بعرفش الحلقه الاخيره وهينا كبرنا وصرنا بال 15-16 وبعدنا مش عارفين ايامي لا ما كانوا بيخترعوا التلفزيون شو ما كان بالتلفزيون كم مره بدي احكي انه انا والله بالثلاثينات والله بالثلاثينات جننوني فكرة عم بحكي احنا بال15 هلا لا بس ما هو بتعرفي خلص ما علينا يلا معلش مش رح احكي لكم قد ايه بالثلاثينات المهم بالثلاثينات طيب نروح لوصفتنا الاولى او وصفتين مع بعض رح نعملهم لانه كثير بسيطين وكثير سهلين رح نعمل العنبر رح نعمل كيكه التفاح اللي انا مشهوره فيها كثير ناخذ مقاديرها يلا لكيكة التفاح رح نحتاج 3 بيضات مع الأصغيرة فانيلا كوبين طحين كوب سكر شعبان كوب زيت شعبان كوب لبن زبادي تفاحتين مبشورين معلقة كبيرة قرفة معلقة كبيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة بيكنج سودا
كمان رح نحتاج 3 معالق سكر بني من الكسيح، نص كوب جوز، اما للتزيين فرح نحتاج كراميل وجوز. اما للعنبر فرح نحتاج كيلو تفاح صغير، كوبين سكر شعبان، ربع كوب مي، معلقتين كبار عصير ليمون، ومعلقه صغيره ملون طعام. منيح لقيناها. على كل حال بعد ما اخذنا اول وصفتين خلينا نبلش فيهم وندردش خلال نحن عم نعمل الوصفات. على كل حال انا بدي احكي لكم شغله، اسوأ شيء ممكن تشتغلوا معه فريق بحب يبين العيوب جد والمصايب والقصص يعني اللي لازم ما تبين على الهواء. يعني نفسي اطلع زي مثلا زي ما الناس تعتقد انه ياي برنامج مثالي، كل شيء مرتب، كل شيء متكتك، هي منظمه، هي مرتبه، هي هذا الحكي. انا معي لا لا، اذا ما بين لا. احنا بنحكي طبعاً. يعني اذا انتم ما شفتوه ما تخافوا ما تقلقوا، احنا بنخبركم انه صار غلط او صار اي مشكله، امتياز راحت اختفت هربت. طبعا ما عادي. ما في استروا علينا لا. طيب خلينا نروح اول شيء للعنبر لانه راح ياخذ وقت بس ليتكرمل السكر. اول شيء بالعنبر هلا موسم التفاح، يا مساء العنبر ممكن النمبر هلا كله داخل معي اليوم يا مساء العنبر ممكن النمبر حبيت. طيب اول شيء التفاح هلا اللي موسمه، هلا موسم التفاح. احنا عندنا بالطفيله وعندنا بعجلون مواسم للتفاح اللي هي هلا بجنن. تفاحنا البلدي بنقول له هيو، شوفوا ما احلى، جبت انا اليوم اللونه اخضر هذا وفي منه بيطلع بيكون احمر، الحجم كثير صغير، هذا مثلا من عجلون وجبت من وهذا كمان جبته الصراحه، كان والدي بالحسبه قبل كم من يوم وخليته يجيب لي من التفاحات هذول، شحتهم منه بالاحرى شحتهم منه عشان اعمل فيهم الحلقان. فهذا التفاح من عجلون طلعي صغير متكتك بضله مجنن، بنعمل بجنن ضل نعمل منه العنبر. حلو. العنبر وحده من الوصفات اللي احنا كنا اولاد صغار ننبهر فيها كثير، انه يا لازم نشتريها ناكل اول لقمه ونكبها صح ليه نكتشف انها سكر بيكسر الاسنان. اليوم رح نعمله بطريقه انه ما يكسر الاسنان ويضله كويس لطيف ويتغطى بهاي الطبقه اللي برا. اول شيء رح ناخذ كوبين من السكر، انا مستخدمه اكيد سكر شعبان بالوصفه، سكر شعبان زي ما بنعرف ربحنا كل يوم 100 دولار بس خذ الكوبون موجود جوا السكر وعلى صفحتهم لحتى ان شاء الله يجيكم صفحتهم على الفيسبوك طبعا ليجيكم انه انتم الرابحين بالجائزه ال 100 دولار. حلو. رح احط عليها يا ستي العزيزه ربع مي من ربع كوب من المي، ليه؟ عشان انا السكر لما ما يكون في نسبه سوائل خفيفه كل ما كان لحاله بيصير يكسر اكثر فاسنانك بتتكسر اكثر، بنحط شوي من المي عشان نسرع من ذوبان السكر وعشان ما يكسر اسناننا كثير واحنا عم ناكل فيه. يعني هذا السر انه ما يكون كثير قاسي. مليون بالميه. وعندنا ملون طعام، انتم بتعرفوا انه بستخدم ملونات الطعام السائله المتوفره بالسوبر ماركت تمام، رح نحط معلقه صغيره قد ما بدكم يكون لونه ورح نتركهم على النار بس بدنا نضل نقلبهم كل شوي عشان يذوب معي السكر تمام. حلو تمام. هلا رح نتركهم رح ياخذوا معي تقريبا 7 دقائق 8 دقائق، بهذا الوقت بدنا نبلش بالكيكه. الكيكه اللي هي هاي خلينا نقطع منها قطع اورجيكم اياها، انا مشهوره فيها جدا. يلا كيكات التفاح انا عندي عشق لهم. اسمعي هاي الكيكه انا عملتها قبل 3 سنين، نزلتها امبارح على انستغرام، كل مره بنزلها، كل سنه بنزلها، كل موسم تفاح بنزلها. من اذكى الكيكات. اسمع على طريقتي التفاح بيضلوا فوق بس انا بعمله بطريقه هلا بورجيكم كيف عشان يضلوا فوق وبحط طبقه من الجوز وبعبيها قرفه. من الكيكات اللي طعمها عن جد كتير طيب ومنظرها كتير حلو مع كاسة شاي وما بتكلفك إشي. بالله شوفوا لي المنظر عن جد واو. طلع يا سلام، طلعوا كيف من جوا ما شاء الله. لأول مرة بالحياة علي ياخد لقطة مرتبة. لا يا علي لا معقول. فشوفوا قد ايه طبقه التفاح الموجوده فوق اللي مع القرفه ومع الزبده ومع طبقه الجوز، وشوفوا قد ايه فلفي كلياتها مكوناتها موجوده من البيت، ورح نحتاج فقط عليها 4 أو 3 تفاحات اللي هن الزياده اللي بدهم يدبلوا عندك ويخربوا عندك هن اللي رح نستخدمهم تمام. بس خليهم يدخلوا لي التفاح يا مروه. اول شيء بدنا نبلش، انت بتعرفوا انه عياري بالكيك عشان يطلع نافخ معي بهاي الطريقه ويطلع حش دائما 4 بيضات اوكي تمام. في ناس كثير بتبعث لي طب بزبط 3 امتياز، اذا كانوا 3 وحجمهم كبير اكيد بزبط اوكي. اتفقنا ستي؟ اتفقنا ستي. فحطينا اول شيء بيض 4، نضل نحرك بس هون عشان نضمن ما السكر يلزق. وعندي كوب من السكر وعندي معلقه من الفانيلا، انتم ملاحظين دائما بستخدم فانيلا بيكنج باودر وبيكنج صودا من امريكان جورميه ممتازه. حاضر هبعدوا عني. حاضر نجيب التفاحات لهون وناخذ الكيك اللي عندنا. التفاحات
أول مرة أحكي حاضر. بتعرفي بتقدري تحكي حاضر بسرعة؟ ممكن أحكي حاضر بعدين أتراجع. عن جد؟ مرات إنه بحس إنه بحكي إنه مثلا بوافق على إشي معين. طب بعدين بس أفكر فيه. بتعرفي إنه أنا بحكي حاضر بس بدي أخلص؟ يعني زي أنا مرات هيك. حاضر بس إنه خلص. والله. مرات أنا كثير بعملها إنه خلص بتحسي هذا الشخص ما في أمل منه رح يضل ينقر رح يضل وراكي عليه. فبتحكي حاضر. قولي حاضر. والله زي. خلص وبعدين اعمل بدك إياه. طيب خلينا نحط السكر هون يتكرمل على هاي الجهة عشان نعمل حشوة التفاح رح نستخدمها بالكيكة قبل ما ينخف البيض والسكر عندي كثير منيح. حلو. أول إشي التفاح مش موجود. يا مروة. ثاني إشي. لو جيبوا لي إياه بكون. طب طب يعني متى؟ اليوم إن شاء الله. اليوم بقول لمروة طب أنا بس التفاح أنا جايبة كل أنا بجيب البيت كل شيء جاهز صراحة بقطع برتب بظبط كل شيء بالبيت بس طلبت منهم يبشروا لي التفاح قبل الحلقة بشوي رح تخلص الحلقة والتفاحات ماله؟ لسه ما بشروا مليون برشوا فأنتي بتحكي حاضر على السريع ولا لا؟ أغلب الأوقات بحكي حاضر بس بعدين بس أفكر بقرر إذا بدي أستمر بكلمة الحاضر أو أتراجع عنها جاد؟ أنا بس حدا بدي يطلب مني طلب وأخلص منه أخلص منه ما بناقش بقول له حاضر ما بناقش بس بتكوني ما رح تعملي أخلص وبالي طويل بناقش أوكي حلو طب هي وصفتي كاملة هلأ أنا بدي أرجيهم بلش حاضر ها طلعوا كيف السكر بلش يدوب عندي بس لسه ما داب تماما الحرارة عندي حرارة وسط أوكي. بدي أتأكد إنه السكر بلش يدوب معاي قبل ما أحط عليه التفاح بس مروة الله يخليكي عن جد بدنا التفاح راح تجيبه هاي مروة مش موجودة نزلت لقيت التفاحات طيب ليش ما بشرنا التفاح في البداية يا ستي العزيزة لأنه التفاح لما تبشريه بسود بس بهاي الوصفة بالذات إذا سود ما في مشكلة لأنه رح يدخل معه قرفة رح يدخل معه نكهات كثيرة هيك رح يغمق مشكلة. يعني هيك رح يغمق وهيك رح يفوت بالحشوة وبالكيكة من على الوجه فرح يكون أصلا لونه غامق حلو تمام تمام هاي التفاح خلينا ناخذ التفاح اللي جابوا لي يا الصبايا عشان نعمله أول إشي بدي أحط لحشوة التفاح رح استخدم السكر البني تقريبا يسلم ايدك يعني شوفي متى ما بشرتيه خلص على طول بتغير لونه رح ناخذ لاني رح اعمله لكل الوصفات اليوم من غير ولا ذره مي من غير ولا شيء اخذت التفاح المبشور لكل كيكه انا مستخدمه 3 تفاحات رح اخذ معلقتين كبار من السكر البني اللي انا مستخدميته اكيد من الكسيح بيعطي نكهه وطعمه بدوب بسرعه وبيعطي لون حلو ولون حلو للتفاح السكر البني كثير اضبط انا تقريبا 4 معالق لاني عامله كميه اكبر شوي الصراحه ورح احط عليها خلص صفينا الازعاج والله هو بيني وبينك مزعج ورح نحط معلقه كبيره من القرفه انا طبعا نكتر لانه احنا قلنا عاملين كميه كبيره وهون عندنا معلقتين من الزبده هدول قد ايه بدهم يضلوا على النار يا دينا مش اكثر من 3 دقائق سريع اوكي لانه التفاح رح يستوي مع الكيكه لما ينبشر عمره قصير بس احنا الفكره نهدوه بالزبده مع السكر أوكي. فقط هذا حلو. عشان هيك انا حطيتهم على النار حلو اذا خليناهم وقت اطول رح يطبخوا رح ينزل منهم سوائل رح ينزلوا جوا الكيكه يعني انتم متخيلين النكهه يعني الزبده مع سكر بني مع تفاح مع قرفه هاي لحالها يعني بتاكد على انه الكيكه رح تطلع خرافيه كثير طعم الحشوه هاي زاكيه يعني اعتمدوها بكل تفاصيلكم طعمها كثير زاكي حلو بس انا عم بحرك كمان عشان العنبر رح نعمله السكر لحتى يدوب معي هيك بتكون امورها تمام تخيلي قد ايه الموضوع سهل بس دابت عندي الزبده 2-3 دقائق على النار النار بدها تكون عالية خلص أنا هيك الحشوة صارت جاهزة نرجع للكيكة عشان نعملها على السريع حطينا أوكي. هنا 4 بيضات كوب من السكر معلقة كبيرة من الفانيلا لازم ينخفقوا كتير منيح لحتى يصير قوامهم فومي هذا السبب بيخلي الكيكات عندنا بشكل عام نافشة صح ونافخة بطريقة حلوة بعدين رح نحط كوب من الزيت أو كوب من السمنة أنا الصراحة بحب أياما أحط سمنة البلقة أياما بحط زيت المتوفر عندي بالبيت أوكي. وهي عم تنخفق وعندي هون كوب من اللبن خلينا نحكي شوي عن اللبن وعن الحليب ليش بهاي الكيكه انا ما استخدمت حليب واستخدمت فيها لبن اوكي امبارح جربت بالبيت اعملها بالحليب احتاجت معي طحين كمان نص كوب زياده لانه سائل اللبن مشيول منه سوائل اللبن هو حليب بالنهايه صح. بس مروب يعني مشيول منه كميه سوائل فاللبن بهاي الوصفه كثير اضبط اذا أوكي. ما عندي لبن وبدي احط حليب بدي ازيد الطحين لانه لازم يكون قوامها سميك لهاي الكيكه عشان تمسك الحشوه اوكي معي. حلو تمام هون انا حطيت لبن هلا بدي احط 3 أكواب ونص 3 أكواب من الطحين بس هيك خفقه كثير سريعه يعني شوف الكيكه كثير سهله كثير بسيطه
انا خايفه بس على السكر ينحرق فدايره بالي. فهي الكوب الاول عشان اورجيكم كيف قوامها راح يكون للكيك. على الاغلب هدول ثلاث اكواب بس للتاكيد. اوكي خلينا نحطهم هون. ثلاث اكواب طحين على الكميه اللي احنا عملناها، على الكميه اللي انا عملتها. هلا اذا حطيت حليب بدها تحتاج نص كوب زياده من الطحين، ورح نحط معلقه كبيره من البيكنج باودر. نحرك السكر هون لانه خلاص بلش يدوب معي، اموره ممتازه. حلو شايفين لساته عم بدوب، شوفوا عم بتشوفوه خشن. لسه يعني لسه السكر عم بدوب. هو لازم يكون سائل سائل دايب على لازم الأخر. يكون دايب تماما، ما يكون فيه عندنا حبات السكر مبينه ابدا. حلو تمام تمام. رح اخذ بس معلقه كبيره. بدي احط بيكنج صودا نص معلقه صغيره. ما رح احط جوا العجينه قرفه الصراحه، لاني اعتمدت على القرفه المحطوطه بالحشوه. حلو. وعندي هون معلقه كبيره من البيكنج باودر. على فكره هاي الكيكه رح تجهز على الهواء فرح يصير عندنا كيكتين جاهزين، بس ما هيك حبيت انه تنعمل. حلو. خفقه كثير سريعه. بدنا ناخذ القالب يا دينا من جنبك. يلا تمام، بتصير كيكتي هيك جاهزه. فاذا عشان احكي لكم اياها مره ثانيه على السريع شو حطينا. يسلم ايديكي. حطينا اربع بيضات خفقناهم مع كوب مع السكر، معلقه من الفانيلا، بعدين حطينا كوب من الزيت، ضفت عليهم كوب من اللبن، ثلاث اكواب من الطحين، وضفنا معلقه كبيره من البيكنج باودر ونص معلقه صغيره من البيكنج صودا، وصار عندي قوامها جاهز. طلعوا قوامها ماله نوعا ما سميك عشان يضل الحشوه والحشوه فوق. برافو عليكي، حشوتي جاهزه ما في داعي انها تبرد. الفرن انا مشغلته بس انا هون رح ينحرق، فبدي ادير بالي وابعده شوي عن النار. تمام اوكي. وبس يدوب بصير يمكن حساس بسرعه بتكرمل بصير لونه عبني، حتى لو انك حاطه لون بصير لونه مش حلو. حلو فانا هيك بعدته شوي عن النار. طيب بدي احط ورقه زبده، ما في داعي انكم تحطوها اذا كان انتم مستخدمين قالب متحرك الجوانب، بس اذا انت بالبيت عندك صينيه وبدك تضمني انها تطلع معك بطريقه مرتبه حطي ورقه زبده. بس انا الصراحه دائما وابدا ورق الزبده كثير بحبه، بيساعد على الشيء نظيف وبيساعد انك تسهلي الحياه انك تحطي تقيمي تطلعي. صح. ورق الزبده كل شيء ديسبوزابل بستخدمه يا جماعه تعودتوا عليه اكيد هو من فيوتشر، سواء كان عندنا كاسات الكرتون، صحون الكرتون، القصدير، ورق الفويل، ورق النايلون، ورق الزبده اللي عم بستخدمه انا هلا كمان بالوصفه، كلياته بجيبه من فيوتشر الموجود فرعهم اكيد بالمقابلين زي ما انتم صرتوا تعرفوا. فبتقدر تروحوا على الفرع تاخذوا كل اللي بدكم اياه من هنا 100%. رح ناخذ يا ستي العزيزه يا دينا هلسه الكيكه، خليط الكيك، خليط الكيك على فكره بيقدروا يعملوها بالخلاط بعدين يحطوها فوق الطحين. اوكي الطبقة الأولى لاحظوا لا خلطت تفاح ولا خلطت ولا شيء، شوفوا قوامها نوعا ما ماله جامد جامد. برافو عليكي. ليه؟ عشان ما تنزل الحشوة على العجينة تحت. حلو. هلا دائما الناس تسألني والله عملت نفس طريقتك امتياز، بس والله الكيك الخلطة نزلت تحت، الحشوة نزلت تحت. إذا كان قوام الكيكة نوعا ما مش سميك يقدر يحملها ما بحملها. اوكي بدكم تقلوها يعني تزيدوا شوية طحين لحتى تكون. ايوه برافو عليك. والكيك لو زدتوا معلقة معلقتين اثنين ما بضر ما بيخرب. يعني مش زي ما احنا معتقدين يا المقادير كلها صح مليون بالمية يا لا. رح آخذ الحشوة. يا سلام على الحشوه، ريحتها حشوه بتجنن. كل اللي حطيناها على النار ثلاث دقائق، بشرنا التفاح بشر بتعشم ريحته قد ايه حلوه، بتشهي الريحه عن جد. ريحته. رح اخذ كميه من الخلطه اللي عملتها واحطها على الوجه، شوفوا اصلا هي ما عم تنزل اذا انتم بتلاحظوا بتضلها فوق. اخذها على اليمين شوي، هيها بتضلها فوق، هيها بتضلها فوق الخلطه عشان احنا اصلا قوام الكيكه عندنا ثقيل. تمام حلو. انا الصراحه بالبيت بكتر بحط خمس تفاحات، بس هي ثلاث تفاحات لإلها ممتازه. بس أوكي. الناس اللي بحبوا نكهه التفاح اذا حطوا اكثر ما في مشكله. بتقدروا تزيدوا طبعا. تمام تمام. يلا قولي لنا عن الكرتونات تبعينهم. انا طيب انت ما قلتي لنا اكثر ايش بتحبي صاحب ذيل الطويل؟ لا كنت احب سالي وانا صغيره. لسه انت اقول لك انا سالي. يا الله شو كنت احب سالي. بس اسمعي صراحه بحسها مسكينه مظلومه كثير مسكينه بصراحة، يعني جمعت لنا كمية اكتئاب بحياتنا. ليه؟ مش عادية. من سالي؟ كثير كئيبة سالي، طول وقتها بتبكي ودائما هيك حياتها كثير مآسي يعني كنا أطفال يعني كان المفروض نشوف شيء مفرفح أكثر شوي ولا لا؟ واحنا صغار يعني هيك شيء الصراحة. يعني احنا هلا بتخيل كأهل شوي بنركز على أولادنا يحضروا دائما أشياء إيجابية، أشياء تفيدهم، أشياء تعلمهم. احنا الحمد لله سالي طول نهارها بتبكي. لا مين أحلى أطفالنا ولا يعني احنا كثير أحلى برامج الأطفال بيحضروها الأولاد هلا ولا برامجنا؟ لا يا حبيبتي احنا كثير أحلى، بس هلا بيركزوا على نفسية الطفل أكثر. احنا ما حد كان سائل بنفسية وين نفسية الطفل؟ طب لحظة خليني أحكي لكم إياهم. هلا بحكي لك. أول شيء أنا هون كمان رح أحط نص كوب من الجوز.
أوكي. طعمه برضه بيعطيها نكهه كثير طيبه، جوز، تفاح، قرفه، هدول دائما احفظوهم مع بعض. مع بعض صح. دائما بدها تفوت هلا كيكتي على الفرن على حراره 180، انا اصلا محمي الفرن حرارة واطية، بدي احطه حرارة 180 واحط فيه الكيك، الكيك اللي فيه 4 بيضات بده 45 دقيقة بالضبط لحتى يستوي. بالعادة انا بهذا الفرن لانه كهرباء ببيتي في عندي مروحة فبشغلها، هون ما بشغلها لانه فرنة هون اسم الله كتير حامي فما في داعي. أوكي. تمام، انا هون كمان هذا تكرمل خلاص امورنا تمام. هلا بدي اسكر ونوقت لها 45 دقيقة عشان هيك قلت لك هي رح تجهز على الهواء، يعني معنا وقت ان شاء الله، معنا وقت والمبروشة رح تجهز معنا على الهواء. تمام. ليش نحكي شوي، بدنا نبلش نشتغل في هاي هلا. شوفوا، حاضر، هاي بلش يدوب عندي السكر. تمام. أوكي. بس بدي احركه تحريكه خفيفه. كيف بدي اعرف انه سكراتي كويسين؟ كيف انا باخذ تفاحه حطيت فيها عيدان من الخشب. تمام. بدي اجيب ورقه زبده، انا دائما بفضل احطه على ورق زبده عشان لما يلزق على الصحون عشان تجلوه ان شاء الله بدكم وقت وجهد. عن جد. تمام، بس هلا اتاكد انه كله تمام. بمسك اول تفاحه بحطها بس وهي هون، اذا سحل شايفه كيف زي ما هلا عم بسحل عن التفاحه معناته السكر بده شوي كمان على النار. اوكي. تمام، اذا ما نزل عن التفاحه خلاص امور السكر عندي تمام. هو الفكره لا هي اموره تمام نوعا ما الصراحه، بس السكر لسه مش دايب زي ما بدي عشان نعطينا بس اخذ وقته. تقريبا قد ايه صرنا احنا حاطينه على النار؟ تقريبا من اول الحلقه صح. يعني تقريبا 15 دقيقه هيك على ربع ساعه صح. على حراره هاديه. هيو بس ما احلى اللون، شوفوا كيف. انا كنت بدي اسالك اذا بنقدر نحط لون صبغه ثانيه، بس لا صراحه لا يعلى على الاحمر. بقدروا على فكره، انا بالبيت لما يكون عندنا اعياد ميلاد وكذا للاولاد الصراحه بعملهم اصفر، احمر، اورنج، بتعملوا اللون بس اللي انا حبيت الاحمر كثير، يعني طالع هيك. هي ايدي ولا الصينيه ولا ماخذين النص؟ اظن انه اهم شيء التفاحه. عن جد. تمام، راح تحطيه على ورق الزبده وتتركيه لحتى يدوب تماما. حلو. ينشف تماما عفوا. هاي بدنا نعمل كمان واحده بس بدي احركه خلص لانه شايفيته ممتاز. اوكي. تمام، بس على اول تفاحه بنجرب، اذا حسيناه زي ما قلت لكم نزل عن التفاحه معناته بده شوي على النار. أوكي. فجربوا تفاحه تفاحه. هاي كمان هاي. اوكي، هاي مروه ما غزتها منيح التفاحه. الاثنين جاهزين بعدين دفعوا عنها. ليش مروه ليش؟ بلكي انت اللي ما غزيتيها منيح. جد بلكي انت. صح، وانت غزيتي معنا؟ انا ما غزت علي. لا انت ما كنتي بهاي الفقره. تمام، بس قد ايه كنت اشوف دائما العنبر في كل مكان انبسط انه احس يا الله شو انه شكله زاكي. انا كثير كنت احبه بس اشوفه عن جد يعني انهار انه لازم اجي، بس اهلنا ما كانوا كثير يرضوا لانه سكر. صح، بس احكي لك يعني كميه السكر، يعني طلعي كاستين سكر يعني بيعملوا لكم 2 كيلو من التفاحه، فكره مش كيلو. 2 كيلو، شايفين قد الفكره حلوه. بس اللون جميل. اللون بجنن طالع. تخيلتي وقعت تفاح امبارح، قال بالبيتكم بدي اعمل للاولاد وقررت المس واشوفه اذا هو رح يجمد، وكانت اكبر غلطه في حياتي والله العظيم، يعني نحرق اصبعي. فديروا بالكم الصراحه، ما تخلوا اولادكم نهائيا يشتغلوا بهاي التفاصيل. شايفين كيف، بس انا بميل برضه، هاي مش محطوطه منيح، صدقيني يا مروه بس بتلفوها على السكر وبعدين بتقيموها. حلو. تمام، بتصير عندنا هيك، عم بصفيها. أوكي. تمام. بس يكون عندكم اعياد ميلاد فكرتها كثير حلوه عن جد، كثير حلوه. تعملوها حسب الثيم او حسب اللون اللي انتم عندكم بالعيد ميلاد. حلو. ما بياخذوا وقت. هلا التفاح سعره، بتعرفوا هذا التفاح اللي انا جايبيته الصغير نص دينار. يعني ولا شيء، فيعني الكيلو نص دينار ولا شيء، ومع هالكوبايتين سكر اغلبنا بالبيت عندنا سكر، فعملوها للاولاد. اذا بتخافوا على اسنانهم لا تاكلوهم لا شوكولاته ولا شيبس ولا 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 سموز ولا شيء، اعطيهم التفاح. كل واحد 100%. طيب احنا رح نكمل التفاحات ونكمل باقي الوصفات بعد الفاصل. طبعاً صح. إذا رح نطلع فاصل نرجع نكمل. رجعنا لكم اكيد بعد اول فاصل لحتى نكمل باقي وصفاتنا، فخليكم متابعينا. اكيد احنا معكم غير عبر شاشه عمان تي في، كمان عبر صفحاتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن، عمان تي في اوفيشال، عبر راديو فن. اذا راحت عليكم اي وصفه بتقدروا ترجعوا للحلقات لحتى تمشوا معنا خطوه بخطوه. اليوم كل وصفاتنا حلو
بالتفاح، فبتخيل كلنا من محبين وصفات التفاح بالحلو، فضلكم متابعينا واعملوا وصفات معنا. عملنا العنبر، عنبرات طلع موضوعهم سهل كثير، سهل كثير سهل، هيك صاروا جاهزين تقريبا. عندنا هون الحراره -990 100%. وانا حبيت اترك هدول للذكرى. شو هالذكرى الاليمه طلعي. هاي اجمل عنبره يا ممكن بشوفها بحياتي. لا شوفي انت كميه السكر. طلع انا مش عارفه كيف طلع معكم هذا الشكل. مروه وعلي وليفون وهيثم، وهيثم اللي كان يبيع بزمناته هو صغير. كلهم اشتغلوا على هدول التنتين اللي طلع معهم هذا الشكل، كيف ما بعرف. يعني مرق علي عنبر بجنن، بس زي هاد ما مرق علي. معلش اللي طالع هاد. كيف عملوه هيك مش عارف. ما بعرف. قال هيثم بقول لي والله العظيم كنت اشتغل. لا هاي 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 مروة، انت هاي هاي مروة هاي انت هاي صراحه. يعني ايش عندك فخوره باللي على اليمين اكثر يعني. قال لا انا اللي على اليمين هاي يعني. قال هاي اللي لها اجر امتياز. وهاي هيثم وعلي والله اسمعوا صورت ستوري عن جد بضحك. هاي بنزل لكم اياها على انستغرام للثلاثي المرح. بعدين ثلاث اشخاص شاركوا بوحده يعني ثقيلين. فقلت لهم صدقا رح يضلوا ذكرى في البرنامج، حتى رح نحطهم على واحد من الرفوف. هي هون جد خليها معرف، ما تقوموهم نهائيا. لا لا خلينا نضل خليهم هون. طيب بدنا نروح نعمل شيء ثاني من الحلويات هلا كمان بطريقه كثير سهله. مين فينا ما بحب المبروشه او المبشوره؟ بتقولوا لها مبشوره او مبروشه بغض النظر، بس احنا متعودين عليها دائما بالمربى. اليوم برضه رح ناخذ التفاحات اللي عندنا خربانين نعمل فيهم مبروشه بطريقه حلوه، ناخذ مقاديرها. يلا لمبروشة التفاح رح نحتاج 3 بيضات، 3 أكواب طحين، نص كوب سكر شعبان، نص كوب سمنة البلقاء بنكهة الزبدة، معلقة كبيرة فانيلا، معلقة صغيرة برش ليمون، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. أما للحشوة فرح نحتاج 4 حبات تفاح مبشورة، معلقة كبيرة قرفة، ربع كوب سكر بني من الكسيح، ومعلقتين كبار سمنة من البلقاء. اوكي على عيني الضيقه. ما راح اعلق. يلا معلش اعملي حالك ما سمعتي وبلشي لنا بهالوصفه. صح اتجاوز على الموضوع. طيب بدنا نعمل مبروشه هلا. العجين راح اعطيكم اياها. عجينه المبروشه بالعاده بتكون طريه زاكيه، شو اضفتي لها نكهات بتطلع بتشهي. ولازم نعمل حلقه بس عن المبروشه، لان المبروشه كثير نكهات وكثير افكار. اول شيء عندي هون 3 بيضات، نص كوب من سكر شعبان. تمام. هاي المبروش الفكره فيها انه ما بفوت لها سوائل نهائيا. اوكي. وهالمره رح استخدم الصراحه سمنه البلقه لبنكهه الزبده، بس خليني اجيب هاي رح اعمل فيها كل هاي التفاصيل. اوكي. 3 بيضات، نص كوب من السكر. وعندنا نص كوب من السمنه بنكهه الزبده. برافو. هذا بكمل انا. الكوب وين راح يا صبايا؟ بس وين الكوب؟ هي هاي الفكره انه انا بس المح شغلي وما الاقيها. ما علينا بناخذ واحد ثاني. مقدار السكر ما بده يكون كثير كبير، لانه الفكره انه رح نحليها بالحشوه دائما. صح. رح اخذ نص كوب من سمنه البلقه بنكهه الزبده اللي بتغنيني اصلا عن الزبده، صراحه بتبطلوا تحتاجوا زبده نهائيا. الحلو في سمنه البلقه انتم بتعرفوا انه انا بستخدمها من سنين، بطلت استخدم زبده ببيتي نهائيا نهائيا. بتعطيكم نفس الطعمه وبتعطيكم نفس القوام اللي بدكم اياه الصراحه من الزبده. احنا متعودين انه الزبده بتعمل طراوه، اليوم السمنه خلص اللي موجوده عندنا اللي هي سمنه البلقه، هي شايفينها هاي رفيق الدرب بكل الحلويات بكل الوصفات بكل الاشياء اللي بدها زبده، ما بستخدم غيرها الصراحه. حلو. وطبعا موجود بحجمين هذا الحجم، وموجود عندنا بالحجم الكبير اكيد، وموجود عندنا سمنه البلقه اللي هي بنكهه السمن البلدي. حلو. اللي بالسمن البلدي اكثر منساف مخشي للوصفات اللي فيها اكلات لبن. زائد بنقدر نعمل فيها الهريسه، لانه برضو عندنا الهيطليه الهريسه، عندنا كثير من تفاصيل الحلويات الشرقيه اللي احنا بنحبها بنحب نستخدمها في سمنة البلقة اللي بنكهة السمن البلدي. طيب أنا هخفقهم مع بعض
خفقة سريعة جدا جدا، واحط معاهم معلقة كبيرة من الفانيلا. اوكي اتفقنا؟ اتفقنا. بعد ما نحط معلقة كبيرة من الفانيلا بدنا نحط 3.5 أكواب من الطحين. اول شيء بحط 3 أكواب تقريبا 3.25 أكواب. بعدين بفرد النص بالصينية عشان تنفرد معي بسهولة. اوكي. بعدين بحط شوية طحين زيادة عشان اقدر امسك العجينة وابشرها بشر فوق العجينة. حلو. بس خفقة كثير سريعة. فكرة انا بحب المبروش لانها ما بتحتاج خلاط. ما بتحتاج محضر الطعام، ما بتحتاج شيء، موضوعها بسيط وسهل وسريع. خلص هيك انخفقوا عندي تماما، بدي اجيب الطحين. اوكي. تمام. طحين قلت لنا تقريبا 3 أكواب. خلاص انا هيك امورها تمام، تقريبا 3 أكواب من الطحين. حكينا بدنا نحط كل الطحين ونخلي الكمية الأخيرة من الطحين عشان لما أجي أبشرها أزيدها عليها تصير ناشفة، أقدر أقدر أبشرها. حلو. تمام تمام هيك حلو. القالب. طيب هي خيرية عم تحكينا يسعد بساكم، هي كانت تحضر سالي صاحب الظل الطويل وكانت تقعد مع بناتها وتحضرهم. نيال من هالبنات على هيك أم، يعني بدل ما تحضر معاهم أدرس وتحضر معاهم، حلو كتير صراحة. وجد من الأكثر شغلتين بحسهم مع ليدي ليدي من أكثر الأشياء البنات كانوا يحبوهم. ليدي وصاحب الظل الطويل. صح. مليون بالمئة. كمان إخلاص عم تحكي مساء الأنوار على أحلى وردتين، دندون العسل والشف الجميلة امتياز، هي بتحب سالي وليدي ليدي وشجعان الثلاثة وعدنان ولينا. شجعان الثلاثة كمان ما حضرت الحلقة الأخيرة. شجعان الثلاثة ناسي قصته أنا، بس كنت أحبه كثير بس ناسي شو قصته. وعدنان ولينا شو اخباره؟ عدنان ولينا اسمع انا بحبه. احنا عندنا بالبيت اوكي داتا شو، بتعرفي ليه؟ فبنضل نعمل سينما للاولاد ونحط لهم عدنان ولينا. بقول لهم هذاك المره قد ما كنت احبه صرت اكرهه قد ما بنحضره بالبيت. يا مش بنحضره بالبيت صراحه، بس عن جد عن جد عن جد بتحسي هيك قصصه معبره يعني. لا بتندمجي عدنان ولينا بتضحكي عليه حتى هلا. عن جد بتضحك لهلا. ومخلص صديق الحيوان كمان. كان حلو كثير، كان حلو. يلا شو كان حلو، كان في قصص مؤثرة. والله أطفالنا حلوين صراحة. طيب أخذت أنا شوفوا العجينة، حطيت 3/4 كمية الطحين. بعدين فردت نص، خلينا نقول 3/4 العجينة بقالب، برضو مستخدم القالب المتحرك الجوام لأنه أرجيكم كيف هلأ مع الحشوة رح تكون فكرتها كتير حلوة. عبل يا مروة تطلبي لهم يدخلوا لنا المبشرة لو سمحتي. تمام. بعد ما فردتها طبعا إحنا حطينا بيكنج باودر ولا لا؟ والله إذا ما حطينا احكولي عشان ما رح تنفخ. أظني حطيتي. أظن ما حطيت. نرجع للمسكرة محطوطة على اليمين. نرجع نحط لأنها ما بتنفخ. هلأ حطيت آخر نتوفة ما رح تنفخ. بدكم ياني أنا على الهواء أبين وما بزبط أعمل مبروشة؟ لا طبعا ما بدنا هيك. أول شغلة تعلمته وأنا صغيرة بجوز كانت المبروشة تسميه مبروشة. أنا كتير كتير بحبها، يعني ما هو تعملها بتكون هي كتير عزيتني. اسمعي كثير زاكيه. فكرتها كثير سهله وسريعه ما بتاخذ وقت. بس حطيت معلقه من البيكنج باودر، صراحه نسيت احطها بالبدايه ورجعت فردت بقيه العجينه. حلو. مروه بدنا المبشره. هلا الحشوه، بدنا نحكي عن الحشوه. احنا اليوم مستخدمين التفاح، ما رح نستخدم ولا نوع مربى فيها. بدنا ناخذ نفس الشيء 3 تفاحات مع معلقتين زبده او معلقتين سمنه البلقه زي ما حكينا. ورح نحط معلقه من القرفه و3 حبات تفاح كبيره. يا منى بدك تناولي لنا المبشره الله يخليكي، ونحطهم على النار بنفس الفكره. حلو. تمام تمام. انا بحب كل شيء فيه تفاح قرفة وجوز. لازم تحسيهم بيجوا مع بعض. خلص صح، بتحسيهم خلص اخوان، اذا بتفرقيهم عن بعض بيطلع شيء ناقص بالوصفه 100%. فرح ناخذ هاي شوي على جنب، نقطع شويه جوز، نحط الحشوه ونبشر البقيه. حلو. الحلو بقصه المبروشه مستحيل انها تفشل. لانه ما فيها سوائل، ما بتخبط زي الكيك العادي، ما فيها هبطت نفخت زبطت ما زبطت 100%. فبدنا نبشر شويه جوز. كملي ستي. ايوه والله في كثير تعليقات. بس فاطمه حامد عم تحكي سعد مساكم كل اوقاتكم منورين بطلتكم الحلوه، تحياتي للشيف المبدع امتياز ولدندونه، تسلم ايدك يا شيف على الوصفات الرائعه ويعطيك العافيه. مساكم ورد وفل وياسمين احلى ثنائي. شكرا لك يا فاطمه، ومساء الورد عليك، احنا بنمسي عليك كمان ومتسلم عليك. شكرا لكلامك الجميل. ام عاد الشوبكي كمان عم تحكي يسعد مساكم بكل خير وسعاده وصحه وسلامه. كمان 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 مين كمان خوله عمرين عم تحكي يسلموا الايدين يا شيف امتياز مبدعه دائما، والمذيعه الحلوه دينا منورين يعطيكم الف الف عافيه. شكرا لكم جميعا على الكلام عن جد الحلو. ام علي عم تحكي لنا في كرتون اسمه كان الفتى النبيل. الفتى النبيل بس مش متذكرته ولا بس انا كنت انا واخواني بنتخانق على التلفزيون واحنا صغار. صراحه
كلنا كنا دائما نتخانق كلنا، فظروفنا صعبه. يعني بتعرفي هاي الحركه لما حدا ياخذ الريموت الواحد الثاني يروح يوقف يغطي على عشان ما يقدر يغير. انت زمنك، ما انت زمنك قريب من زمني، لحقت ريموت انا مش قادره اتذكره. انا صغيره صغيره كنت احضر تلفزيون، لما كبرت صرت عاشر واول ثانوي توجيه ما كنت خلاص أحضر. بطلت احضر، مش بدي اضل احضر ليدي ليدي وسالي سالي وانا بالتوجيه كثير. لا كثير، لا يعني زودتيها صراحه. لا مو لهالدرجه، وصحيح مرت لهلا يعني بس انه عادي. طيب. مش دائما بدنا ناخذ الحشوه يا ست دينا نحطها كل الحشوه الصراحه، لانه اسمعوا كثير زاكيه مع الحشوه كثير. وانا هون حطيت كمان شويه طحين، بشرتهم مع بعشرتهم عجنتهم مع بعض. شوفوا كميه الحشوه قد ايه حلوه. ودائما بالمبروشه ما تحطوا من الحشوه، سواء كانت مربى سواء كانت تمر شوكولاته تفاح زي ما انا عم بعمل اليوم، ما بدنا نحط على الاطراف عشان ما تلزق وتغلبني. بس اي ما راح اخذ كميه الجوز اللي عندي احطها. شوفوا تخيلوا النكهات مع بعض. المبروشه اللي احنا متعودين عليها بسيطه وسهله راح تكون في عالم اخر تماما. صح صح. وراح ناخذ العجين اللي ضفت عليها الطحين. ليه بسموها مبشوره او مبروشه؟ لانه بنبشر العجينه، العجينه بشر عليها. تمام، جيبيها الله يخليكي. ناخذ العجينه حطينا عليها شويه طحين نقيم هاي ونبشرها. رح تفوت على الفرن بس اخلص، لانه برضه رح تجهز معي ان شاء الله بالحلقه. رح تاخذ معي 25 دقيقه برضه على حراره 180. اوكي تمام، بس بدكم تديروا بالكم من افرانكم لانه فرن عن فرن بفرق. طبعاً. شوفوا كيف طلعوا، ما احلى الفكره. وقد ايه سهله، انا لأني سهله زدت بقيه الطحين، حكينا 3 ارباع الطحين حطيناه بالبدايه، عجناها فردناها، بعدين الكميه الضايله من الطحين حطيناها ورجعنا بشرناها بشر فوق المبشوره. وبتعرفي انا شو حبيت؟ انه للناس اللي ما بيحبوا كثير يكون الطعم حلو او النكهه حلوه، بدل ما نحط مربى نقدر نتحكم احنا بكميه السكر. صح. بالحشوه صح، لانه قد ايه حاطه انت بالحشوه سكر؟ انا حاطه بس معلقتين من السكر البني. واذا مش متوفر بتقدروا تحطوا معاها 3-4 معالق سكر عادي. صح. شعبان العادي. تمام، فهي هاي الفكره فيها انه التفاح اكيد افيد، اكيد اسهل، واكيد حلاوه اقل. اكيد حلاوه. صح 100%. تمام، هلا انا مشعل الفرن، رح احطها بالفرن ان شاء الله رح تجهز معي كمان على الهواء ان شاء الله. اذا احنا رح ندخل المبروشه على الفرن، نرجع نكمل باقي وصفاتنا بعد الفاصل. شو انك متبع يعني زياده عن اللزوم؟ عم بقدر يلقط من الكاميرا انا شو عم بعمل على الموبايل. لازم نصير ندير بالنا. هاي اسمها ايش تقول لك؟ الخصوصيه. على فكره بتعرف اني امبارح قرات خبر قرات خبر انه في غرامه ماليه معينه، نسيت شو المبلغ، اذا الزوج بتجسس على تليفون مرته او الزوجه على لا. على فكره الاثنين. ايه وين عندنا هون؟ امبارح قرات الخبر. لا قولي. ايدي ما... ليه ما حكينا في هذا الموضوع؟ صح مهم كثير. يلا الاسبوع الجاي اذا اي زوج احد من الزوجين بيراقب تليفون الثاني في غرامه ماليه قد ايه؟ 200 دينار. اوه عليم الله، ما حدا رح يضل معه مصاري. او رح يصير في عندنا ثقة عمياء ببعض. لا 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 مش هيصير عندنا، هيدفعوا ال 200. مظبوط حندفعهم يعني حندفعهم. ما حدا رح يضل معه مصاري هني بقول لك، وهو اللي بيرجع بياخذهم منها عادي يعني، والعكس صحيح. 100%. فديروا بالكم، مش عارفة هيك احنا بس توعية مش أكثر. توعية. تعرفي انه انا بتاريخ حياتي ما فتحت تليفون حدا، ولا زوجي ولا اولادي ولا حدا شفت ايش في عليه. وبحس يعني شوفي رغم انهم اولادي وزوجي يعني عادي لو مسكت موبايل اي حدا، بحس ما بعرف قلة كيف اقول لك احترام وتقدير اني امسك الموبايل واقعد افتش فيه. الصراحة معك بحافظ انه يعني بحب احافظ على احترامي لنفسي، فانا ما اعمل هدول التفاصيل. صح صح 100%. هي صراحة شوي معك حق، بتقلل من احترام الشخص نفسه اللي هو اللي عم بفتش يعني او براقب. ذكريني هلا انوار برن. اسمعي لازم يحكي لك، انت كنت اليوم مرن علي على بلال؟ لا بلال لا لا ما كنت. الحمد لله ما كنت. لا الحمد لله. كان انا ما بدك تشوفي ايش صار. هلا انسي احكي لك شغله، هذا الموضوع رح نحكي عنه يوم السبت مطولا، لانه انا عندي وجهه نظر فيه. لانه اغلب السيدات كيف يمسكوا ازواجهم بخنوهم على التليفون. برافو عليكي. وبعدين شو بصير؟ بس تعرفي شو مرات مرات حرام تكون هي لا بتراقب ولا بتفتش ولا شيء. سبحان الله بصير الاشي. يا سبحانك يا ربي. يعني
بحس ماشي. على كل حال انت معي بحلقه السبت. اه معك. خلص موضوعنا يوم السبت عشان نحكي فيه مطولا، لانه ذكريني احكي 90% من السيدات ايش بتصرفوا بعد هذا الموقف و 99% ايش بيصير بعد هذا الموقف. ذكريني لانه اشتغلت عليه كثير، هذا كان واحده من المشاريع اشتغلت عليها وقت كنت بشتغل في مجال التنميه البشريه. يعني شيء طب خففي لنا وصفات يوم السبت لانه شكله عادتنا طويله. انا مش عارفه ايش يوم السبت بطبخ لهلا. لاقي لك ممكن لنا ما اطبخ نحط هيك جبنه لبنه بيض هيك اشياء. يا مفترين بدكم الناس تبطل تحبني والله. اه رح يصير حروب اظن اذا ما طبخت. لا عادي بيروحوني بيقولوا لي انت ياس خلص المحتوى. اه خلص باي ما باي. عندها شيء السيدات اليوم هذا الموضوع احنا بنكون عملنا محتوى جديد. ثلاث مشاريع ولا عمري راح اتجاوز اللي اشتغلتوا عليهم. لانه اخر مشروع هو اللي خلاني انقل لشيء ثاني. اوكي اوكي كان عنف ضد الاطفال، فشفت قصص محزنه ومسيئه بطريقه يعني لو اقعد احكي لكم قصتين ثلاثه والله العظيم. بعدين انا كنت مخلفه اولادي، فانه وقتها قلت خلص ما بقدر، قلبي ما بتحمل. ما بقدر اتحمل اشوف ابهات او امهات بيعذبوا اطفالهم حتى الموت وتفاصيل وكذا ومن هذا الحكي. فنقلت فقررت انقل. وقبليها على طول كان عندي مشروع عنف ضد المراه، وقبليها على طول كان عندي عنف الازواج ضد بعض. يعني أوكي. العنف احنا ما بنقصد فيه انه واحد ضرب واحد، العنف كثير جسدي لفظي مادي كثير تفاصيل. صح يعني كثير تفاصيل. فيوم السبت كنا رح نحكي عن هذا الموضوع يا مروة. استعدوا جهزوا حالكم حطوا هالقهوه قدامكم واحضروا يوم السبت. تعرفي كنت احب كثير شغلي القديم. كثير حلو جدا، حلو جدا، انه بيعطيكي شعور رائع انه انت بتساعدي الناس وبتساندي وبتعملي وكذا. بس انا كنت بشتغل يونسفي وان نهر الاردن، فكانت مشاريع كثير كبيره، مش على مستوى اشخاص، على مستوى مجتمع ومناطق وكذا وهيك. فارجع له لا كثير بعد ما تعرفت عليك اعوذ بالله من غضب الله. لا جدا زيك انا بحب هاي المواضيع كثير بس ما بتحملها. لا لا محزنه يعني اقول لك شغله عن جد محزن. سيبك من الحكي والمزح والقوه وكل هذا الحكي. صعب طبعا توصل لهدول الناس اللي بيشتغلوا في هذا المجال جبارين عندهم. يعني الناس بتفكر انه الدكاتره بطلوا يحسوا، بيجي بيقول لك فلان مات، فلان مريض، فلان رح يموت. فبقول لك بلا ضمير بلا كذا، هو من كتر ما شاف وكذا وهيك ببين لك انه هو ما بس هو الصراحه صعب. طبعا صعب، ما في شيء سهل هيك تشوفي حدا عم بتعذب او لا سمح الله عم بيموت او عم بمر بظروف صعبه، ما حدا بيتحمل الموضوع. صح مليون بالميه. طيب ستي العزيزه بدنا نروح نعمل سينابون. احنا الدنيا صيف بس سينابوناتنا اليوم راح يكونوا صيفيين مش شتويين، لانه راح نحشي كمان تفاح طريقه حلوه. ناخذ مقادير يلا. لا السينابون بالتفاح رح نحتاج نص كوب زبدة، بيضة، معلقة صغيرة ملح الكسيح، كوب حليب دافي من إنجوي، معلقة كبيرة خميرة، معلقة صغيرة فانيلا، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، وظرف كريمة باودر من 5 لـ4 أكواب طحين. كمان رح نحتاج 3 أكواب سمنة بنكهة الزبدة من البلقاء، ونص كوب سكر بني من الكسيح، معلقة كبيرة قرفة، و3 حبات تفاح. اوكي يعني هلا بشرح لك الموضوع. احنا بنشرح لانه دائما في عليه تعليق هو السينابون ولا السينمن ولا ابصر شو هو. اصلا من القرفه، قرفه سينابون، رولات القرفه، هو سينمن رول بالاساس. بس زي ما قالت دينا بالضبط هو براند، صار سينابون صار اسمها نفس الاسم البراند. اه صح بالضبط. كيف بنسمي لا انا سمعت انا هاي هاي مش موجوده هاي بالقاموس اصلا. احنا متجوزين عنها. طيب خلينا نبلش اول شيء بالعجينه. طبعا السينابون احنا بنعرف انه بنحشى اليوم يوم الحرق. امبارح والله امبارح بنحشى سكر وقرفه وزبده. أوكي. اليوم رح نعمل حشوه تفاح مع جوز، بس رح منزينها بطريقه كمان كثير زاكيه. هون اول شيء حطيت انا الحليب، وكالعاده ايش مستخدم حليب احنا؟ حليب انجوي. احنا راجعين للمدرسه وتفاصيل الاكلات والوصفات، وحتى اولادنا يشربوا حليب دائما بنحتاج يكون عندنا متوفر بالبيت حليب. فحليب انجوي اكيد الخيار الافضل لكم، موجود باكثر من حجم، حجم صغير ووسط والكبير، سعر ممتاز بناسبنا كلياتنا، مدعم بفيتامين دال اكيد، وكمان الحلو فيه موجود بالدكانه بالسوبر ماركت بالهايبر ماركت. حلو. وانا الصراحه كيف بستخدمه؟ دائما كل 3 معالق
معلقه كبار من الحليب بدهم كوب من المي. خلص وعلى السريع استخدميه باي وصفه بدك اياها وحتى شربيه لاولادك. هون حطينا الحليب، رح نحط معه سكر شعبان، معلقه كبيره من الخميره، الحليب عندي اكيد دافي، رح نحط معلقه من الفانيلا، عجينه السينابون بدنا بيضه يا صبايا الله يخليكم استخدمتها، لا هيها، رح نحط كمان فانيلا وانا بحب احط معاه شويه بيكنج باودر لانه بيساعد الخميره انه تنفش اكثر. السينابون هو عباره عن نوع من انواع العجينه الطريه اللي بتكون هشه، صح؟ تمام. ورح نتركهم مع بعض 3-4 دقائق. لاحظوا انه لا فيها سمنه مبدئيا، انا حطيت لكم بالمقادير اكيد سمنه بس بالعجينه ما بنحطها، بنلم العجينه فيها. بعدين بس بدي اجي اعجن، بضيف البيضه، بخلطهم شوي مع بعض يا دينا، اوكي، وبعدين بضيف عليهم كميه الطحين، اتفقنا؟ حلو، بس خلينا نخلطهم مع بعض، بعدين نضيف كميه الطحين المفروض نحطها. حلو. هلا انا عندي معلقتين لثلاث معالق من سمنه البلقه اللي بنكهه الزبده، طبعا حكينا بنستخدمها للحلويات. بآخر لما اجي الم العجينه بحطهم، هلا بورجيكم كيف، عشان ما بنحط بنفس الخلطه هون سمنه او زيت او زبده بنفس الخلطه، هي بتلمي العجين لم عشان تضلها طريه وهشه من برا. حلو، هيك امورنا تمام. دايما تاخذ معاكم من 4 أكواب لـ5 أكواب من الطحين، انا بحط 4 أكواب بالبدايه، بعدين بشوفها اذا بتحتاج الصراحه بضيف لها كمان شويه الطحين. حلو، خلينا نبلش كميه الطحين. حاسب تمك حكي احكي. انا لا والله عم بقرا تعليقات لك، برجع بذكريات لكثير زمان. يلا تمارا الفهد عم تحكي صباحكم نور وسرور والورد المنثور، شكرا لك يا تمارا. كانت تحب هي افتح يا سمسم. افتح يا سمسم كان كثير حلو، كلنا كبرنا عليه يعني، كان كثير حلو. قصص عالميه كمان ذكرية. كان حلو برضه ساندي بيل، كثير مليان. ساندي بيل كمان لحن الحياه، لحن الحياه، أحب لحن الحياه، بجنن بجنن. وكمان فلونا توم سواير صاحب هذا المثل، ما بعرفهم فلونا وتوم سواير، لا انا بتذكرهم بس مش كثير يعني، مش زي ساندي بيل وليدي ليدي وسالي وهدول الامور. كمان تهاني عم تحكي سعد مساكم احلى وردتين، كانت تحب بيل وسيباستيان. حلو، شو كان حلو، كثير 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 حلو. ماوكلي، ماوكلي مش كثير قديم، يمكن انا ما انا شوي بعدين نزل 100%. صح، فتى الادغال اللي هو لوز وسكر، لوز وسكر حلو كثير والله، كثير ناس عم بيحضروا قصص. شفتي كنا نحضرهم، تخيلي قد هي متذكره الساعه 6:30 الصبح قبل ما نروح على المدرسه. ايوه انا كمان كنت احضر الصبح لانه المساء كنت اتخان انا واخواني على التلفزيون، ما حكينا لك. انا من يومي من انا وصغيره بصحى متاخره وبطلع اركض من البيت ولا احضر ولا شيء. تخيلكم. شو عم بصير معك؟ ايوه لا بس خلاص هيك العجينه ممتازه. كيف نلمها؟ هلا بدي اقول لكم العجينه هاي شوي بتكون ملزقه، عجينه السينابون بالذات بتكون شوي ملزقه، باجي باخر تفصيلها بدي اورجيكم كيف تلزق على اصابعي عشان تشوفوا، ما بتكون زي العجينه، بحس لما امسكها في شايفين على اصابعي كيف بيكون. هلا كيف بتبطل الدبق؟ باخذ لي معلقتين سمنه البلقه اللي بنكهه الزبده كبار هيك مليانين، لانه كل النكهه في هدول المعلقتين. هاي لموا العجينه، هتبطل تلزق معي العجينه وهتكون طريه اني افردها وكمان تاخذ معي نتيجه بديها. السينابون بتخمر مرتين، اول مره بدنا نخمرها تقريبا 40 لـ45 دقيقه، بعدين بنرجع نشكلها ونخمرها كمان 10 دقائق. اوكي، فتخميرها تقريبا ساعة وربع. خلص هيك لمينا العجينه، عجينتي صارت جاهزه وحشوتي كمان صارت جاهزه، اللي هي عباره عن التفاح والقرفه والسكر البني، قلنا بنتحكم بمقاديره قد ما احنا بدنا. على فكره المبروشه جاهزه بس خلينا نحمرها عشان نطلعها. حلو. انا بس تخلص عشان لما ارجع يا دوب افردها للعجينه، بحب ازينها بصوص اللي هو اللي تعودنا عليه، بس افتح هذا اكثر، اللي هو صوص الجبنه. صوص الجبنه بشهيه والكراميل مع صوص الشوكولاته، اللي بدهم اياه بيقدروا يزينوا فيها. انا الصراحه رح ازينها هي نفسها مع صوص كراميل صوص جبنه، وكمان رح ازينها بشوي جوز. حلو، يا سلام، كمان الكراميل كثير بتحسي طعمه ظابط مع طعم كثير زاكي. صح، 100%. بدنا نطلع فاصل ولا اعمل حالي مو سامع؟ لا اسمعي. اسمع، اوكي حاضر، يلا رح نطلع فاصل ونرجع.
اهلا وسهلا فيكم عن جديد باخر جزء من حلقتنا لليوم. رح نشوف هلا السينبن رولز كيف رح تعملنا اياهم الشيف بعد ما عملت العجينه وحطيت الحشوه. مظبوط. طيب اقول لك شغله، هاي الكيكه التفاح اللي جهزت معنا على الهواء، شوفوا ما احلاها بتجنن، وهاي المبروشه برضه جهزت معنا على الهواء. وذكروني ما البسش كحلي لما يكون عندي عجينه وطحين. هلا بغض النظر عن الكحلي والطحين وكل هاي الامور، الروائح ايش اخبار الروائح؟ قرفه قرفه مع التفاح مع الجوز بيعطوا نكهه كثير طيبه، مع السمنه بنكهه الزبده كثير طعمها زاكي وكثير ريحتها حلوه. زي مصطفى دخل قبل شوي بيقول لي ايش بالنسبه الريحه ولا ايش مالها، كثير حلوه يعني كل الشركه بكل الشركه ريحه حلوه. عم بيجوا لهون من الروائح الطيبه اللي طالعه بالبيت. طيب لندوني شو عملنا احنا بالفاصل؟ احنا عجننا عجينه السينابون، طبعا لازم ترتاح زي ما قلت لكم 45 دقيقه، بعدين بفردها ولازم تكون شوي رقيقه، بحط الحشوه. العجينه حلو. كانت عباره عن الحليب، حطينا خميره، بيكنج باودر، فانيلا، وبيضه، وبعدين حطينا عليهم الطحين، عجناهم كثير مع بعض، بعدين لميناهم بثلاث معالق كبيره من سمنه البلق بنكهه الزبده، تركناها ترتاح 45 دقيقه، رشينا رشه طحين، فردناها عليها، بعدين حطينا الحشوه. الحشوه عندنا 3-4 تفاحات مبشورين، حطينا 3 لكل حبه تفاح من معلقه سكر حلو او معلقه سكر ابيض طبعا من شعبان، وحطينا معلقتين لثلاث معالق من الزبده، وحطينا معلقه كبيره مليانه من القرفه. تمام بنقدر نحط كمان بالحشوه جوز، او بنقدر نحطها زي ما حكينا هلا على الوجه مع الصوص. لفيناها زي الرول هيك رول حلو بجنن مرتب. اشوف عاد اليوم مسموح لي اتاخر اليوم بالذات، وسبحان الله خلصت على الوقت. يعني شو اعمل بالحظ اليوم بدنا انا وياك اجينا بكير صح. الحظ. طيب بعدين بدنا نقطعها الحجم اللي انتم بدكم اياها، نكون مجهزين صينيه فيها ورقه زبده اكيد من فيوتشر، بعدين الفرن مشعل على حراره 200. لازم بعد ما اشكلها بهاي الطريقه يا دينا ارجع مره ثانيه اخليها ترتاح ربع ساعه لنص ساعه حسب الحراره. احنا الجو عندنا كثير شوف، ربع ساعه بيكون ممتاز وكويس. انا عندي هاي ورقه الزبدة والصينية بدها تفوت الفرن، طبعا غلط اني ادخلها على الفرن رح تطلع معي زي الخبزة. الفكرة انكم تخمروا مرتين انها تطلع معاكم هشة وطرية ولذيذة، ما تكونش زي الخبزة. حلو. تمام رح ناخذهم نصفهم بأي صينية بدكم اياها، بايركس لازم تضغطوا عليها عشان تاخذ الشكل السينابون اللي احنا متعودين عليه. حلو. تمام هيك. للآخر ما بندهن وجههم ولا إشي، وإذا أنت حابة يكونوا ذهبيين زيادة بس لأنه العجينة لميناها إذا بتتذكروا بالسمنة بالآخر خلاص هي رح تضلها ما بدها إشي، بس إذا بدكم تدهنوا كان إشي ولا بد بنحط لها شوية زبدة على الوجه مش أكتر. تمام ما بنحط بيض ما بنحط إشي. طبعا سهلين. العجينة كمان كان فيها بيضة إذا بتتذكري. مظبوط سهلين. وكمان هاي من الأشياء المقدرة ياخدوها الأولاد على المدرسة وكتير مفيدة صراحة. صراحة أنا حاطة فيها التفاح، فكرة التفاح في التفاصيل يا جماعة دايما تفوز، دايما تفاح زاكي مفيد. مثلا عندنا بالبيت أولادي ما بحبوا التفاح، مش عارفة ليه الصراحة ولا أنا. التفاح هيك لحاله ما قليل إنه ميالين أكتر لأشياء زي كرة زي مثلا درة أخوخ برتقان بوملي، بس التفاح مش عارفة ليش مش عندنا بالبيت الصراحة. مش عارفه يمكن انه دائما متوفر عندنا فانه خلص بنحس انه دائما موجود. صح صح مليون بالميه صح. تمام رح نتركها هلا زي ما حكيت لكم مغطيه، ونتركها كمان شي ربع ساعه زمن. الحراره كثير شوب، بس اذا الحراره عندنا برد زي هون بدها نص ساعه زمن 100%. بعدين بندخلها على الفرن على حراره 200 لحتى تتحمر من تحت ونعطيها لون من فوق، بتاخذ معكم تقريبا برده من 20-25 دقيقه. تمام بس احنا لانه رح يتاكلوا على طول ما في مشكله بنحطهم بالفرن فعادي احنا كله بيروح هون. طيب تمام. يعني هيك شف خلصنا احنا وصفات. تخيلي اليوم مروه مو مضطره تقول لي امتياز خلصي تطلع لي فوق زي امبارح، اطلع اعملي ميك اب وحكينا شو الحظ شو الحظ واخذنا راحتنا بالحكي. يعني لو اثبت للكل انه انا ما بدائر وما بجاكر ما بثبت. مستحيل بعد اليوم مستحيل هلا. حتى انا مش مقتنعه. يلا هيك الدنيا حظوظ شو بدنا نعمل. طيب بما انه حلقتنا اليوم كانت بتجنن كلها حلويات، فان شاء الله هيك يومكم كمان بيكون حلو. ذكرينا شو عملنا. صح لازم اتاخر. انهي الحلقه قبل ما اذكرهم شو عملت تعبانه بالحلقه. كل هذا شايف السفره جمال السفره انت. طيب اشوف اقول لكم اليوم شو عملنا. عملنا اليوم وصفات من التفاح على موسم التفاح. على فكره رح نعمل مخلل التفاح ومربى التفاح بحلقات الجايه ان شاء الله، ممكن يوم الاثنين، لانه مخلل التفاح كمان ما اعتقد انه كثير معروف وما اعتقد انه الناس بتعرفه، بس من الاشياء اللي كثير زاكيه. حلو. عملنا اول شيء كيكه التفاح المشهوره اللي هي فيها حشوه تفاح بتكون على الفوق مع جوز، وزينوها مع كراميل بتكون بتشهي القلب. عملنا السينابون كمان بطريقه كثير حلوه، ومحشي بالتفاح. عملنا المبروشه بحشوه التفاح، وعملنا اكيد العنبر. موسم تفاح ان شاء الله هيك جميل، خصوصا انه عندنا هلا التفاح البلدي زي ما قلت لكم من عجلون من الطفيله. لابد انكم دائما وابدا انه يعني انا طعمه حتى سبحان الله مختلف عن المستورد. كثير طعمه بيختلف
بيختلف طعمه، بتحسي حتى له ريحه اقوى. صح. اسمعوا هيك، والحبه بتكون مختلفه الصراحه. 100%. فبابا طبعا كنت قاعده عنده اول امبارح، حبيبي بدي اقول له سلامتك، هو شوي تعبان، سلامه قلبه. فبقول لي لازم تاكلي من هدول التفاحات، لازم تاخذوا من هدول التفاحات. ما بنحب التفاح، قلت له بعدين اقول لك هاتهم، هات نعمل فيهم فكره للحلقه. مليون بالميه. يلا كثير منيح، يعطيكي الف عافيه شيف، عن جد ابدعتي مثل العاده. وكمان اكيد اشكر كل اللي حضرونا اليوم وتابعونا، ان شاء الله تكونوا حبيتوا حلقتنا، حبيتوا وصفاتنا. اكيد بكره حلقه جديده على شاشه عمان تي في. دائما كونوا بألف خير. باي باي.